ابن اسم جنس إفرادي، فعندنا أن اسم الجنس نوعان، اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. فاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، بقر بقرة وهلم جرة. أما اسم الجنس الإفرادي هو اللفظ الذي يستوي فيه الكثير والقليل، مثل ما معي ما، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا. رأيت إبلا، فهذا اسم جنس ماذا؟ إفرادي، فلا يدرى كم عدد هذه الإبل.